يا شوف ظلم تعدى حدوده يوم قد ما هي في حاجه تبرت منه. المجلس اللي يبتدي بالنزاعات ماله مع احرار الوطن قابليه، ولا يليق بالدوله ولا يليق بتاريخها. في قطر قدام من فيها تكون كنا، يوم درك هالخطر صاحت وقمنا معها، ويوم قد ما هي في حاجة تبرت منا. محمد بن حمد بن سعيد اللي منخس اللي بحيح المري. إن تقسيم المناطق إنها عنصري بحت، عنصري بحت، ولا يليق بالدولة ولا يليق بتاريخها في دعم الحريات و تصادم مع الأنظمة الاستبدادية، حتى لو بشكل ظاهر من المضمون ما نعلم الغيب، لكن شكليا هذا اللي نرى في إعلامنا وفي القيادة.